السلام عليكم، اهلا وسهلا بكم، معكم محمد زيد ومرحبا بكم في درس جديد اللي حنتعرفوا فيه على طريقة حفظ مشروع في برنامج مايكروسوفت اوفيس باوربوينت. حنتعرفوا على طريقتين لحفظ المشروع، مرة حنتعرفوا على طريقة حفظ المشروع كباوربوينت برزنتيشن، يعني حيتخزن البرزنتيشن اللي احنا نخدمه فيه، وامتى ما حابين نعدله فيه نمشي نفتحوه حتى يفتح لنا ونعدله فيه. اما الخيار الثاني فهو طريقة حفظ البرزنتيشن كبرزنتيشن شو. كيف يعني؟ يعني يتم حفظه لكن نسخة تشغيلية، يعني امتى نفتحه حيعرضه لي بطريقة رسمية من غير اي تعديل. يعني امتى نفتحه مش حيفتح لي البرزنتيشن بالخيارات اللي موجودة قدامي، بل حيفتحه لي كالتالي. بمجرد ما نفتح البرزنتيشن حيفتحه لي كالصفحة هاي، يعني عرض رسمي. وهذا طبعا هو اللي المفروض نديروا له حفظ. يعني عدد كبير من الاشخاص عندهم خبرة كبيرة في مثلا في استخدام البرنامج، لكن ما عندهمش علم بالخاصية هذه، فيديروا حفظ البرزنتيشن كباوربوينت. ومثلا على سبيل المثال عندهم عرض في شركة، فيفتحوا البرزنتيشن اللي هم خادمينه، يفتح الشاشة هي، بعد تالي يجوا يضغطوا على الشاشة على الايكون هذا اللي هي سلايد شو حتى يعرضوا. هذا ما يعبرش على الحرفية بتاتا، لأن في خيار نقدر نختاروه بمجرد ما نديروا حفظ المشروع ونديروا عليه دبل كليك، يفتحنا وكأنه فتحنا المشروع ودرنا كليك على الخيار بتاع السلايد شو. طريقة حفظ المشروع بكل بساطة، بعد ما ننتهي من التصميم الخاص بالمشروع نجوا نضغط على فايل أو ملف ونلقوه، يا إما حفظ باسم بالعربي أو سيف أز بالإنجليزي. نديروا عليه كليك بالفأرة الأيسر ونديروا براوز. بمجرد ما نديروا براوز هيفتح لنا الويندوز إكسبلورر أو مستكشف الويندوز، واحد من الملفات حتى نخزنه المشروع الخاص بنا. فنقدر نجو بس نكتبه مثلا برزنتيشن وندير سيف. انا بمجرد ما ندير سيف حيحفظه لي كباوربوينت برزنتيشن، يعني نسخه من البرزنتيشن كباوربوينت قابله للتعديل. يعني امتى نفتحها هيفتح لي المشروع بالشكل التالي، هتفتح لي الصفحه الهوم وهيفتح لي المشروع السلايدات على اليسار والخيارات من جهه اليمين والقوائم فوق، هيفتحوا لي بنفس الكيفيه هي. لكن اذا انا خلاص انتهيت من التصميم وكل شيء له علاقه بالتصميم الخاص بالبرزنتيشن الخاص بي وحاب نحفظه كنسخه نهائيه ونمشي نعرضه في شركه او في مؤسسه او في مسابقه او في مؤتمر معين، فمجرد ما نجي لي سيف از ندير براوز بنفس الكيفيه تماما، نعطيه اسم مهما كان، خليني نخليه الاسم مجددا، لكن سيف از تايب او حفظ كنوع هدي نغيرها، بدل باوربوينت برزنتيشن ندير كليك يسار ونختار باوربوينت شو وندير سيف. بمجرد ما ندير سيف حينحفظ لي ايضا في الملفات، لكن بمجرد ما نمشي للملف وندير عليه دبل كليك حيفتح لي، لكن حيفتح لي وكانه كشاشه هذه طول، ما نقدرش نعدل عليه، حيفتح لي خلاص كبرزنتيشن كبرزنتيشن نهائي. حاولوا تجربوهم وتعطوني النتيجة اللي تصير معاكم في التعليقات. وبذلك نقدر نقول بأن الدرس أو الفيديو هذا تم، إن شاء الله تكونوا استفدتوا منه واستمتعتوا به وكان بسيط وسهل بالنسبة لكم، وإن شاء الله موفقين جميعا ونتلاقوا في الدرس القادم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.